ألف زرزة وزرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هذا الرجل. تلفزيونات خدوا طريق. تلفزيوناتنا تشبه حياتنا، وكما أننا في حياتنا عندما نستقبل ضيفا نفتح له طريقا آمنا إلى غرفة الضيوف مستخدمين كلمة خذوا طريق، وهي كلمة موجهة للنسوان كي لا يظهرن في الممر الآمن. لكن ولسخرية الأقدار فإن النسوان تبعنا يظهرن أمام الضيوف الأجانب عادي، وذلك لأن عاداتهم هكذا وجلساتهم مختلطة. فترى عائلة بكاملها وقد جلست على طاولة الغداء مع ضيف أوروبي أو أمريكي، بينما لا يمكن أن يحدث ذلك إذا كان الضيف من عنا. بيأمنوا له، يمكن لأنه ما راح يطلع من البيت ويشل عرضهم ويحكي عليهم، يمكن ويمكن لأنه ما في عندهم نظرة غش، يمكن. وعلى نفس المبدأ تمشي قنوات التلفزيونات تبع العربان، فتراها تتشدد رقابيا مع المسلسلات والبرامج العربية بشكل مريع. فلا يجوز حسب قانون الرقابة السعودية أن يجتمع ممثل مع أمه في المسلسل والباب مغلق، ولا يجوز تناول كأس من الخل الأبيض أو الأحمر، لا فرق حتى لو كان المشهد في الكباريه. يعني الخل الأبيض هو النبيد الأبيض هيك بيترجموه، والأحمر هو النبيد الأحمر هيك بيترجموه خل. ولا يجوز الحديث عن الشخصية التاريخية الفلانية لأنه أحفاده بيزعلوا، ولا يجوز أن يقتل الزير سلوم لأنه الزير خيال السبع وما حدا بيقدر له، وما بيجوز يطلع طويل العمر طقعان ندل لأنه عشيرته بتزعل، وما بيصير يبين دنبه لطويل الذيل، لازم تغطيه بأي شكل من الأشكال. بينما الأفلام والمسلسلات الأمريكية فلتاني على حل شعرة، وين؟ على قنوات العربان ذاتها، بس مع شوية مدارات بالترجمة. بالطبع لا أقصد أن يمنعوا شيئا من أجل المساواة بيننا وبين الغرب على تلفزيوناتنا، لكن أقصد أن يثقوا بنا كما يثقون بالغريب، أن لا يأخذوا لنا طريقا ويحرقوا أنفاسنا ونحن نسعل. أحم أحم دستور يا أختي، دعوا لنا أن نقول شيئا لأهالينا، خذوا لنا طريق. أحم أحم دستور. هكذا حدثنا هذا الرجل. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.